سيد زين، يعني الصحافة الدولية وصفت انضمام مصر لدعوة جنوب إفريقيا بأنها خطوة بالغة الأهمية. في رأيك لماذا هذه الأهمية البالغة لانضمام الدولة المصرية بجانب دعوة جنوب إفريقيا؟ ما الذي يعني تشكله من ثقل كي تصفها الصحافة العالمية بأنها خطوة بالغة الأهمية، أما في إسرائيل فاعتبروها خطوة بالغة الخطورة؟ أعتقد أن سأبدأ بالنصف الثاني من السؤال. تمنينا لمصر أن تنضم إلينا من منذ زمن، لأن هذا سيمثل ضغط، ومصر قراراتها تتطور تجاه القضية، فبالتالي نعتقد أن هذه الخطوة تستحق التقدير. أعتقد أنها ستؤثر على الموقف والقرار. أعتقد أن تدخل مصر قد أثر على إسرائيل، وهذا بالطبع لصالح الفلسطينيين. وأعتقد أن الشروط التي حكمتها المحكمة لإيقاف النار سيتطبق بعضها الآن. أعتقد أن هذه الخطوة لم يطل انتظارها، وإنما أعتقد أننا جميعا سعداء بهذا، كون مصر جزء من القضية الآن سيعطينا وسيعطي القضية ضغطا أكبر على المجتمع الدولي لإيقاف إطلاق النار.